خلينا بقى نتكلم عن مباراة السوبر بكرة، مباراة نعم. السوبر، وهبدأ بكريم النهاردة. مباراة مهمة، مباراة صعبة طبعا، تأكيدا على هذا الكلام لازم نتكلم في هذا الأمر. مباراة ليست بالمباراة السهلة. كم واحد قابلك من بعض من لا يشجع النادي الأهلي وقالوا لك مبروك؟ كتير. صحيح. ليه؟ هم متخيلين لا أن المباراة بكرة سهلة. نعم. هي مباراة ليست سهلة، أنت بتلعب فريق قوي جدا أفقدك نقطتين في ظل صراع صعب جدا مع نادي الزمالك في بطولة الدوري، أيضا في مباراة النهائي كأس مصر كانت الأمور صعبة جدا. صحيح. نادي طلائع الجيش في الفترة الأخيرة لاعب النادي الأهلي أعتقد ثلاث مباريات كانوا حساسين جدا، حتى مباراة الدور الأول يعني النادي الأهلي كسبها بصعوبة. صح. هدف لأجاييه في الدقيقة تقريبا 93، وطبعا بخلاف مباراة فاينل الكاس النادي الأهلي حسمها بركلات ترجيح، ومباراة الدور الثاني اللي انتهت بالتعادل السلبي طبعا بعيدا عن الهدف الصحيح غير المحتسب. لكن اكيد فريق طلائع الجيش شفناها السنه اللي فاتت مع كابتن عبد الرحيم بسيوني في استقرار، يعني اعتقد برضو يعني نادي طلائع الجيش من الانديه القليله اللي بتحافظ على الجهاز الفني بتاعها لاكثر من الموسم، وبالتالي ده اكيد بيدي استقرار للفريق وبيدي كمان سيستم. يعني كابتن عبد الرحيم بسيوني واضح انه فرض سيستم، اكيد هنتكلم على ان قماشه الفريق اتغيرت تماما. يعني بكره احنا هنشوف الى حد ما ربما نشوف ثلاث او اربع لعيبه جداد في التشكيل الرئيسي بعيدا عن ال 15 صفقه اللي النادي طلائع الجيش ابرمهم في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، اللي كان 15 لعيب ده يعني فريق واربع دكه، يعني فرقه كامله جديده. لكن كل الاخبار اللي جايه من معسكر طلائع الجيش ان ربما التشكيل الاساسي بكره يضم ثلاث او اربع لاعبين ماكسيمم كلاعبين جداد على التشكيل شفناه. لكن مباراه صعبه، مباراه في بدايه موسم، كمان احنا منتظرين نشوف شكل جديد لنادي الاهلي مع كم الصفقات الجديده. عجبني جدا جدا القرار اللي خده بيتسو موسيماني بعدم اذاعه ماتش المقاولون العرب الاخير الودي واختفى. يدي قرار عجبني جدا. الناس كانت عايزه تتفرج. طبعا احنا عندنا مصلحه النادي الاهلي. انا احب اللي يفاجئني بصراحه. يعني احب اللي يشتغل يعني. اوكي ماتش بتروجيت اتذاع والناس شافت كده بعض الرتوش المبدئيه، ماتش المقاولين تم اخفائه لبعض وكان واضح ان فيه تنفيذ بعض الامور اللي ممكن تتطبق في ماتش طلائع الجيش. نتمنى نشوف شكل مختلف وتصحيح لبعض الامور اللي احنا عانينا منها في نهايه الموسم الماضي. بشكل عام طبعا هي مباراه صعبه وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي يتفوق تاريخيا في كل شيء. طبعا يعني، بس هي في الاول وفي الاخر برضو المباراه دي صعوبتها في ان انت بتلاعب اولا لما البطوله اللي بتبقى من مباراه واحده تبقى مش مضمونه. ليه؟ لان خلص. ممكن هتقابل الفريق بيدافع يلعب على 0-0 ويوصل لركلات الترجيح ويكسب مثلا. اغلب عادل المنستيري كسب الترجي التونسي لسه من يومين يعني برضو بنفس الفكره 1-1، حتى لو في خطا تحكيمي جاء لصالح الاتحاد المنستيري ولكن انتهت 1-1 وكسبوا بركلات الترجيح. فيعني المباريات اللي زي دي مباريات صعبه جدا. الحاجه الثانيه برضو ان انت بتقابل فريق كابتن عبد الحميد بسيوني طلائع الجيش في اخر ماتشين معانا، سواء مثلا في ماتش كاس مصر نهائي كاس مصر وصلنا ال1-1 وكسبنا بركلات الترجيح، وماتش الدوري الاخير كان عامل فني مختلف طبعا، وماتش الدوري الاخير مع كابتن عبد الحميد بسيوني كان 0-0، عمل جيم تكتيكي دفاعي هايل يعني في المباراه دي.